والنهاردة حابين نتكلم عن موضوع لطيف وخفيف وهواية محببة عند ناس كتير قوي، وهي فن التصوير الفوتوغرافي، وخاصة انه العالم بيحتفظ في شهر اغسطس من كل سنة باليوم العالمي للتصوير، ودي بتكون فرصة مهمة ان نقف عند اهمية الصورة في حياتنا والجهد الكبير كمان اللي بيبذلوا مصورين كتير في العالم وفي مصر عشان يوثقوا كل لحظة مهمة في تاريخ الإنسانية، لحظات الحزن والفرح والانتصار والانكسار وغيرها من اللحظات اللي مجلتها الصورة عبر تاريخ الإنسانية. كمان التصوير في مصر له تاريخ طويل وله دور كبير جدا، من أول التقاط للصورة الأولى في نوفمبر سنة 1839 في حرملك محمد علي باشا في اسكندرية، وده كان بعد وصول اتنين مصورين فرنسيين، كوبيل فيسكيه وهوراس فيرنييه، وهم كان معاهم أول آلة تصوير فوتوغرافية بتدخل مصر، واستقبلهم الحقيقة محمد علي باشا باندهاشة كبيرة وإعجاب كمان شديد من التجربة. وإحنا قررنا نحتفي باليوم العالمي للتصوير عشان كمان نحتفي بمصورينا سواء كانوا مصورين صحفيين أو مصورين بيطبعوا مهنة التصوير أو هواة خلينا نقول، أو اللي بيمارسوا مهنة التصوير ولكن مش بشكل صحفي حتى كمهنة زي الفاشن ديزاينرز وغيره. مصر فيها مصورين كتير عبقرة الحقيقة قدروا يسجلوا بكاميراتهم لحظات مهمة جدا جدا في تاريخ مصر، ومش بس في تاريخ مصر لكن في تاريخ العالم وفي حياتنا عامة بأشكال وطرق مختلفة، وبعضهم حاز جوائز كتير مهمة، وعندنا صحفيين مصورين شطار جدا على مدار تاريخنا رصدوا لحظات مهمة في تاريخ مصر، ورصدوا كمان الحياة البرية والحياة الطبيعية وطبيعة أماكننا وكمان مناظر خلابة في أرض مصر العظيمة. عشان كده احنا هنحتفي النهاردة بوجود مجموعة من المصورين المهمين، ونزلنا كمان الشارع سألنا الناس عن أهمية الصورة في حياتهم وأكثر الصور اللي ليها مكانة خاصة عندهم وتخليهم كمان يعني يحتفظوا بذكرى كويسة، ويكون كمان يعني سؤال مهم لو سألناهم مثلا هيبقى شكل حياة عامل ازاي بدون صورة، واحنا كلنا كمان معانا دلوقتي الكاميرات وماشيين بنصور، واصبحت الصورة جزء من حياتنا بسبب السمارت فونز والسوشيال ميديا وغيرها. تعالوا نشوف مع بعض آراء الناس في الشارع ونرجع نحتفل مع حضراتكم باليوم العالمي للتصوير. ايه اغلى صورة تصورتها في حياتك؟ صور مع اولادي، صورة بابايا ومامتي. اغلى صورة عندي مع الناس اللي بحبهم، صورتي وانا بعمل حج، جامع بتاع سيدنا محمد ان شاء الله. صورة مع والدتي، مع ابويا كده كده، كانت مع جدي. صورة قديمة عندي في البيت، مامتي شالاني وانا عيل صغير سنة 76، كانت بعد النصف ومع خط مظليف، وصورنا في الاماكن اللي حصل فيها الحرب. صوره صورتها على برج القاهره جزيره، صوره الجد الله يرحمه. صوره اسريه وخدتها وانا في القلعه، صورتي مع والدتي. زمان قبل كاميرا التليفون كنتوا بتصوروا فين؟ في الاستوديو. كان بابا الله يرحمه جايب لنا الكاميرا اللي هي الصوره تطلع على طول، الكاميرا الفوريه اللي بتنزل الصور دي مره واحده. في الاستوديو مصوراتي، كنا نصور في مركز تصوير كاميرا بقى اللي هو كان فيه بقى استوديوهات تيجي تصور يعني في الافراح بقى والعزومات، كانت ناس تجيب حد يجي يصور يعني. كان في استوديوهات كده، كنت طبعا ابتدائي واعدادي ثانوي كنا بنروح نصور في الاستوديو ده، تبقى فوتوسيشن خارجي يعني مثلا في جنينة الحيوانات دي، كنت متصور من 7 سنين كان والدي مصورني في بق الفيل في الاستوديو. كنا بنروح، افتكر كان في راجل عندنا يعني صاحب والدي كده، كنت بروح له في استوديو كنا بنصور عنده بقى، مبسوطين جدا لما بنصور صوره شخصيه وصوره عائليه مع والدي. الكاميرا اللي هي بتطلع على طول الصوره في ساعتها دي بصراحه من زمان. الصوره بألف كلمه والصوره بتختصر عشرات
المشاعر الحقيقة، فما نقدرش نعيش من غير الصورة، لأنه إحنا في عصر الصورة وفي زمن الصورة، كمان بسبب السوشيال ميديا وتطور الكبير في الثورة الرقمية أصبحنا كلنا نعيش في عالم من الصور. هنكمل كلامنا عن التصوير وهنحتفي ببعض من مصورينا المبدعين في مصر الحقيقة في اليوم العالمي للتصوير، وهناخد كمان الموضوع بزوايا مختلفة ورؤية مختلفة. هيكون ضيوفنا بعد الفاصل الأستاذ محمد هشام، مصور الحياة البرية ونائب رئيس شعبة المصورين الصحفيين، والأستاذ محمود خالد المصور المتخصص في الرياضة والحائز على العديد من الجوائز المحلية والدولية. بعد الفاصل هنلتقي بيهم، هنعرف أسرار ما عنهم، أبرز اللقطات اللي التقطوها في مسيرتهم المهنية، وكمان عالم الصورة بيمثل لهم بعد الفاصل.